السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم موجودين مع شيخنا الشيخ إبراهيم إن شاء الله تعالى. شوي راح ندخل على عمل إن شاء الله تعالى. نعم، من الأربعاء بعد 7 دقائق إن شاء الله سندخل العملية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الشفاء، ونشكر المقدم والدعم الدكتور إسماعيل ديندار. نعم. ديندار جزاه الله كل خير، يعني أسأل الله يعني أن يكتب له الفردوس الأعلى. ان شاء الله مرتاح شيخي. الحمد لله نفسيا مرتاح ان شاء الله، يعني حقيقه يعني انما المؤمنون اخوه، والمسلم اخو المسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دكتورنا هذا الذي تبرع جزاه الله كل خير، وان كنت لا اعرفه اسال الله ان يجمعني به في الجنه يا رب، وان يعرفني به وكثر الله من امثاله. حقيقه هذا دليل الايمان، هذا دليل الايمان الذي عمر وغمر قلبه. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجري على يدي النفع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. آمين يا رب. وبارك الله. آمين. الحمد لله على السلامة شيخنا. شكرا كثير للدكتور إسماعيل والأخوة في جنوب أفريقيا. الحمد لله تمت العملية، ونسأل الله أنه تكون تكللت بالنجاح. وشيخنا حاليا تعبان، بس أنا أحب اسم إسماعيل لأنه عندي شيخ اسمه إسماعيل أبو النصر، فولدي اسمه إسماعيل. وهذا الدكتور دليل الإيمان، هذا العمل دليل الإيمان. الله يرزقك الإيمان ويرزقك الجنة الفردوس الأعلى إن شاء الله. الحمد لله على السلامة شيخنا، وإن شاء الله هيك ربي بيقومك بخير وسلامة إن شاء الله تعالى.